أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يا بني آدم إما يأتينكم رسل يقصون عليكم آياتي فمن اتقى
فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين